الزميل الأستاذ المهندس أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي. صباح الخير. أولا أنا بكرر للمرة المية يمكن شكري للإعلام المصري على الدور العظيم الذي يلعبه في تغطية نشاط الأحزاب السياسية والأحزاب الاشتراكية أيضا والتعريف بمواقفهم للرأي العام. الحقيقة زي ما قال الزملاء نحن نواجه لحظة عصيبة من لحظات الوطن تبدو فيها مصر محاصرة من كل الأطراف، لدينا إرهاب معولم منتشر بدعم الأطراف الخارجية في سيناء، لدينا سيولة عالية جدا على الحدود مع ليبيا وتهريب كميات هائلة من السلاح إلى داخل البلاد عن طريقها، وإعداد قوات وعناصر عدائية تدرب على الحدود، ثم هذا الذي تفجر على الحدود مع السودان في الأيام الأخيرة، وهو ما يعني أن الأمن القومي المصري يتعرض الآن ربما لأول مرة في التاريخ المعاصر إلى هذه التهديدات العميقة التي تشير بالفعل إلى أن المؤامرة محكمة وأطرافها متعددة والمشاكل يعني كبيرة تحتاج إلى درجة عالية جدا من الوعي والاستعداد واللياقة لمواجهتها. لا يمكن فصل ما يحدث في أسوان عما يحدث في كل أنحاء مصر وعن المؤامرة التي تلعب دور أساسي فيها جماعات الإرهاب على رأسها جماعة الإخوان والعصابات الإرهابية الممولة من الخارج والعميلة لأجهزة الاستخبارات العالمية والتي تلعب دور وظيفي لخدمة الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر وتركيا وغيرها من أدوات النظام الإمبريالي العالمي. لا يمكن النظر إلى ما يحدث بعيدا عن خطط جماعة الإخوان والعصابات الإرهابية لتقويض أركان الدولة المصرية وإضعاف النظام ودفعه إلى الانهيار حتى يعني يتحقق الحلم الخرافي بعودة جماعة الإخوان إلى سدة الحكم في مصر، وهو أمر لن يحدث مهما حدث ومهما عانينا من مشكلات. إذن القضية ليست مجرد يعني حدث عابر. صحيح أن ما حدث هو خلافات يحدث مثلها في كل مكان في المجتمع، لكن أن تتطور هذه الخلافات من خلافات بسيطة يمكن احتوائها بشيء من الجهد إلى هذا العنف الدامي الذي يسقط فيه عدد كبير من الضحايا ويتم التنكيل ببعضها، هذا أمر غير مقبول ويشي بأن الدولة في مصر قد وصلت إلى درجة يعني يستحيل استمرارها على هذا الوضع، وخصوصا أن هذا العنف يدور بين يعني جيران وأهل لم يعرف عنهم ميلا إلى العنف على مدى التاريخ المعاصر لمصر. في الفترة يعني كان دائما أهل أسوان وأهلينا في النوبة وفي الصعيد بيتمتعوا بقدر هائل من الوداعة والسماحة، فأن يصل بهم الأمر إلى امتشاق السلاح بهذا الشكل والعنف بهذه الضراوة معناه أن هناك ضرورة لوقفة وأن جرس إنذار يدق بقوة في المجتمع يشير إلى انحراف هائل في مسار الوضع في بلادنا، يحتاج إلى تدخل حكيم ورشيد وحاسم حتى نضع الأمور في سياقها زي ما حكى الزملاء. الدولة المصرية غائبة. مصر دولة مركزية من أقدم دول العالم، وهي الدولة النموذج التي يعني علمت البشرية يمكن كيف تبنى الدول منذ آلاف السنين. فأن تصل بنا الحال إلى أن هذه الدولة يعني أصبحت بهذه الهشاشة بما سمح بانتشار هذا السلاح وتجارة السلاح والجريمة والعنف والبلطجة والمخدرات، هذا الأمر يعني يدق جرس إنذار لضرورة استعادة دور الدولة وهيبتها وسلطة القانون. لا يمكن بأي حال من الأحوال بعد ما الدستور الذي يعني استفتينا عليه في الشهور الماضية ووفق عليه بإجماع كبير أن يظل دور الدولة هامشي على هذا النحو، وأن تفتح الأبواب أمام الجهود القبلية والعرفية بعيدا عن سطوة القانون. القانون هو الفيصل وهو الحاكم والذي يجب أن يسود في أي دولة تسعى إلى بناء الديمقراطية والحرية. عايز أقول أنه ما يحدث هو
نتيجة منطقية لإهمال جسيم استمر عقود طويلة للصعيد. الصعيد ضحية لتجاوزات وقصر نظر الحكومات المصرية المتعاقبة على مدى العقود الماضية جميعها، وبالتالي حان الوقت بالفعل لأن تنشأ مشاريع كبرى لاستنهاض الأوضاع في الصعيد وحل مشكلات البطالة ومشكلات الفقر والجهل والتخلف. لأول مرة يعني الصعيد يعني يصل إلى هذا المستوى من انهيار الخدمات وغياب يعني الدور الوظيفي للمجتمع والدولة لمساندة أهل الصعيد. ولذلك نحن كقوة اشتراكية ندين في المقام الأول تخلف جهاز الدولة عن أداء وظائفه، سواء وظيفة الحماية والسيطرة وإدارة جهاز الحكم، أو وظيفة الخدمة أو خدمات للمجتمع التي بموجبها توجد يعني جحافل من الموظفين لا تقوم بوظائفها وتفشل إلى هذا النحو الذي يؤدي إلى انفجار الأوضاع كما رأينا في الأيام الماضية. طبعا هذا الوضع هو الوضع المثالي الذي يمنح الفرصة لجماعة الإخوان للقفز على الأوضاع. واليوم في التلفزيون يعني أذيع فيلم تسجيلي لمدرس ينتمي إلى جماعة الإخوان، تم القبض عليه وعنده مجموعة كبيرة من زجاجات المولوتوف والأسلحة، واتضح أنه هو اللي إدى السلاح اللي استخدم في تفجير الأوضاع في المنطقة. إذن ليست جماعة الإخوان ببعيدة عما يحدث وعن استغلاله. صحيح أن هناك ظروف موضوعية متردية ساهمت في تصنيع هذا الحدث، لكن الاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية وارد، وبالتالي يعني يجب أن تلعب الدولة دورها الأساسي في إحكام الوضع والسيطرة عليه. يبقى شيء أخير أحب أن أنا أشير إليه، وهو دور القوى السياسية. وبصفتنا ننتمي إلى القوى السياسية المصرية، فأنا الحقيقة يعني أبدي يعني قلقي من تردي دور القوى السياسية والأحزاب السياسية في الفترة الماضية. بعد 30 يونيو لعبت الأحزاب السياسية في 25 يناير عن طريق جبهة الإنقاذ وبعدها في 30 يونيو دورا كبيرا، ثم أصيبت بالخرس وتراجعت وانسحبت من الساحة السياسية وتركت الأحداث تتداعى دون أن يكون لها أي دور. أنا بناشد الأحزاب السياسية المصرية كلها بكل اتجاهاتها وبكل توجهاتها أن تعاود لعب دورها المنوط بها في هذه اللحظات العصيبة من تاريخ الوطن. لا يمكن أن يترك جهاز الأمن والجيش يخوضان وحدهما معركة طاحنة ضد الإرهاب، ويعني تجلس الأحزاب السياسية داخل مقرها دون أن تسعى لأداء دورها الوظيفي في التوعية وتنظيم صفوف الجماهير وحمايتهم من التأثر يعني الدعايات المضادة التي تبثها سموم جماعات الإرهاب والعنف التي تسعى لتقويض أركان الدولة. أخيرا أنا بشكر حزب التجمع على استضافة هذا المؤتمر الذي نظمته التحالف أو نظمه التحالف الديمقراطي الثوري الذي يضم الأحزاب الاشتراكية والحركات والقوى اليسارية، ونتمنى بالفعل أن يكون بداية لنشاط للأحزاب الاشتراكية وغيرها من الأحزاب الوطنية في مصر من أجل التواصل مع أهل أسوان والمساعدة بقدر الإمكان في حل المشكلات القائمة والخروج من الأزمة والبناء على دروس هذه التجربة العميقة من أجل النهوض بالمجتمع في أسوان وفي الصعيد. وأنا أعتقد أنه ونحن نخوض معركة انتخابية رئاسية جديدة ونسعى لاستكمال خارطة الطريق، يجب أن لمرشح الرئاسة أن يضعوا قضية تنمية صعيد مصر والمناطق المحرومة سواء داخل القاهرة أو في المحافظات، محافظات الوجه البحري أو القبلي، على يعني قمة جدول أعمالهم، لأنه الوضع في مصر لم يعد ينتظر أو قادرا على انتظار حلول مؤجلة. الأوضاع على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والفكري يعني حرجة جدا، وربما يكون يعني لما حدث في أسوان
رغم كل المآسي والأحزان التي سببتها الأحداث، ربما يكون لها قيمة إيجابية، وهي أنها تدق ناقوس الخطر للدولة المصرية وللشعب المصري وللقوى السياسية المصرية أن تحركوا، لأن الأوضاع في مصر لم تعد قابلة للتأجيل أو الانتظار. شكرا جزيلا.